هشام اهلا وسهلا فيك وبحيي جرأتك. شكرا. فريق الاعداد عمل معك ريبورتاج، خلينا نشوفه ونرجع نكمل. اسمي هشام سليمان، عمري 28 سنة، أنا جنسيتي فلسطيني، خلقت هون وربيت هون، وكنت أشتغل أنا فاعل. قبل ما كنت أشتغل فاعل كان عندي قهوة، كنت فاتح قهوة وسكرتها لأنه انكسرت بوقتها. هلأ أوحد بلا شغل، بدي أتفاوض مع طليقتي، صرنا مجوزين 8 سنين و7 أشهر على الأب. عندي بنتين، واحدة عمرها 4 سنين وواحدة عمرها 6 سنين، تركنا من 3 أشهر وشوي. الحالة المادية شغل، غير هيك أنا بغار عليها، هي بتعتقد انه شك، يعني من حبي الى من غيرتي علي بتصرف هيك. انا بوثق فيها، بوثق فيها و100% كمان. غلطت بحقها وغلطت معها كثير بالحكي، بس اعتذرت منها وقلت لها سامحيني. في طفلتين صغار، هول الحرام يربوا بعيد عن امهم وابوهم، وأكثر شيء لأني بحبها. بحس إنه أنا وبعيد عنها بخنقها، بحس لا شعوريا، يعني بتعب نفسية وكسر. حاولت 4 مرات اتصالح انا وياها. الوسيط كان حدا يعني صديق لنا، هو الشيخ اللي جوزني، اللي مثل له فضل علي يعني. هو اللي لبسهم منها الساعه والكنزه والسبدرين، بس البسهم بدني مذكره، بتضلها روح فيني. اذا هي بتحس انه الحب والغيره شك، انا حغير الطريقه، لاني اعتنقت ان طريقتي غلط، ما انه بس ترجع لي، ترجع تسامحني وترجع. هشام، هالقد متاثر انه انتم بطلتوا مع بعضكم؟ كثير. طب ليش تركتوا؟ تركنا، هي شوي عنيدة. اوكي. كل ما مثلا ما إلا شيء بتقول لي انه انت بتشك، انت هذا شك، هذا الا انا غيرة، هي منها شك، غيرة. اقول لا شك. شو الفرق بين الغيرة والشك برأيك؟ الغيرة لما الواحد بيغار على مرته، على اللي إله، بيغار عليها لأنه بحبها. والشك؟ هلا شك البني آدم ما لازم يشك بالمرأة إلا ما هيك مش. هذا هو السؤال. إيه؟ يعني أنت برأيك أنه أنت بتغار لأنك بتحب هالقد، صح، بس ما بتشك لأنه أنت مش لاقط علي شيء أبدا. أكيد هذا اللي أنت عم تحاول. أكيد تقوله. طيب خلينا نرجع للأول. كيف تعرفتوا على بعضكم؟ قد إيه لكم جوازين؟ من 2 و7 أشهر تقريبا. يعني انت كان عمرك تقريبا شيء 19 سنه؟ ايه. كيف تعرفتوا على بعضكم؟ هي جورتنا جنب البيت، جنب البيت. يعني انت شايفها كانت بتروح بتجي؟ ايه. ايه انا حبيتها بس ما كنت قادر اخذها. ليه؟ لانه هي كانت تحب بني ادم. وانا حبيتها بس ما كنت بين لها. رحت الايام واشتري ايام، أهلها جوزوها لابن خالها أو شيء. كانت مجوزة قبلك؟ إيه لابن خالها. فرقت بعد فترة هي وابن خالها، انفصلوا. إجت عندي وقتها وقالت لي إنه أنا بدي أرجع أتجوز وكذا وهيك، لأنه انفصلت عن ابن خالي.
اوكي انه بدها حدا يرعاها، بدها سترها، بس بطريقه انه تكون هي مقتنعه بالبني ادم اللي بدها تاخده. يعني كان في ود بينك وبينها؟ كان في ود. هلا انا كنت بحبها قبل ما هي تحبني. وهي عارفه هذا الشيء؟ معترف لها بهالموضوع؟ عارفه هي؟ لا لا من عارفه. يعني هلا انت بتقولوا اول مره هذا الموضوع انه انت كنت تحبها حتى قبل ما تتجوزها هيك بينك وبين حالك؟ صحيح. ودغري تجوزته من بعد ما قالت لك هذا الموضوع؟ من بعد هلا طلعت انا على المخيم عند اخي الكبير، وقت قعدنا عنده فتره على اساس انه نرجع انه ننزل احكي مع اخواتها وكذا. يعني تطلبها؟ يعني اطلبها من اخواتها. عندها اثنين اخوات، امها وابوها متوفين. اوه الله يرحمه. عندها اثنين اخوات اكبر منها؟ اكبر منها، بس منهم كل هالقد. منهم شو؟ انه منهم كل هالقد منيح بحقها. عندها اخ صغير اسمه محمود. هذا كثير منيح. هذا في صداقة بينك وبينه لمحمود أو ربية صداقة من بعد ما تجوزت؟ لا ربية صداقة من بعد ما تجوزنا. ايه؟ يعني عاش عندي وربي عندي. طيب هلا أنت جاي على المفاوض لحتى مفاوض إنه ترجع لك مدامتك ويرجعوا البنات على البيت. محمود اللي صار في صداقة بينك وبينه وعم بتقول أنت إنه ما في منه وصار كثير منيح محمود وكثير منيح معه كمان، صح؟ ما جربت توسطه بموضوع الرجع؟ رجعت عليها هي قلت لي بوقتها، انا لانه جيت عليها كذا مره، اربع مرات تقريبا. ايه؟ جيت قلت لها بدي ارجع وكذا. قام اخر شيء هي يعني بان انه قلت لها انا بزبط والله بزبط، بس ارجعي انه هلا احسن من بعدين، لانه اذا فات الاوان العلم بتحكي. يعني كل ما طول الوقت العلم يعني أنا بتحكي كثير. شو انه برايك العالم فاتت بيناتكم يعني؟ ايه العالم فاتت بيناتكم. طيب يعني هو بالمنطق انت سترت عليها، صح؟ حضنتها. خيا محمود وافى، صح؟ شو اللي صار لحتى وصلتوا لهالمطرح؟ وصلنا لهون لما طلعنا من فوق مطرح ما كنت قاعد مفرق سكري، كنت قاعد مطور بني انا بطرابلس. وقتها نقلنا من هونيك، بعد ما نقلنا من هونيك هونيك عشنا حياة حلوة. صحيح كان بيت صغير رومانسي أحلى أوضة. تربى أخوة محمود اللي حبي لك عنه، تربى معنا بنفس الأوضة. وعشنا يعني كنا مبسوطين، كنا سعيدين بحياتنا. كان بعد ما إجا ولاد؟ لا. أوكي. بس أنا كنت أغلط كتير من بعدها. كيف يعني؟ كنت صودع عليها. سلام. مزبوط. ايه كنت اغلق عم بترف مانو. قد ايه كان لكم عرسان وقت اللي صادقت عليها اول مره؟ شي سنتين ونص. ثلاث سنين. ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ ايه ثلاث سنين. يا زلمه بعدكم يعني اذا جينا فكرنا وانتم 19 وبعدك ولد، يعني صار عمرك 21 22، يعني كيف بتصادق عليها؟ انا صادقت عليها وقتها انه كان حالها صعب كثير. كان في شيء ناقص بيناتكم؟ كان في ناقص انه عنيده شوي، ما بتورجيني كانت حبها لي. عنيده؟ هل هذا رح نسميها مثل ما هي خيانه؟ هل هذا ببرر الخيانه؟ مخنته. كيف لك؟ مخنته. عم تقول صداقه؟ صداقه صداقه عوديه، يعني صداقه كانه ما صار اي احتكاك جسدي بينك وبين حدا تاني؟ لا ابدا ابدا ابدا. يعني بس هي صارت تغار علي وقتها وعرفت انه الغيرة متبادل، يعني انت بتغار وهي بتغار. وصلت الغيرة انه معها زيادة على اللزوم، تشك فيني زيادة على اللزوم صارت. وانت صرت تلعب على الموضوع؟ انا بيناتنا شوي قهرة شوي انه تشوف حبها لي. طيب كمل. من وقتها انا بعدت عن كل شيء ومشيت الطريق الصح. في زلمة طيب اللي هو ابو العبد، ابو العباس، كان بكل مشكل معنا. طيب اذا الغيره متبادله منك ومنا، ليه وصلتوا لهالمطرح اللي ما وصلنا لهون؟ لانه خلص بدكم تتركوا بعضهم بعضكم خلص. يعني انا هون مشيت الطريق خلص بقى انه خلص انه انا بقرب على شيء ولا انه مثلا اهرع او شيء. وقتها صرت انه هي مثلا تغار علي زياده
تخنقني زياده وهيك يعني انه غير الشد. بس اذا جينا فكرنا انت فتحت لها مجال للقصص اللي كنت تعملها قبل، بس بعده مش سبب للطلاق. لا في سبب رئيسي للطلاق. في سبب رئيسي هو لانه صرت شك فيها، هي عم بتقول انا صرت شك فيها، مع انه هي ما اعطتك سبب ولا كمان لا. حاولت يعني تعمل نفس اللعبه تبعيتك لانه انت تزكزكها وهي تزكزكك بموضوع الغيره والشك. انا ما بعرف اذا هيك هي صرت تحس، يعني مني وعد بقلبها اكيد يعني، بس تصرفاتها انه بتعني انه تقريبا هي عم بدلني بالشعور اللي انا كنت محيشه فيه. هيك عم شوف ثيابك هلا تقريبا بيشبهوا الثياب اللي طلعوا كمان هو هودي منها. الساعة هي ذاتها، هذا لما رفضوا أهلها، لما رفضوا أخواتها اثنين أول مرة. شو أول رفضوا وروحت وبعد فترة لحتى يعني مش دغري وافقوا على الزواج؟ لا 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 ما دغري. أوكي هذا شو؟ هذا خاتم منها هي بوقتها. هي لما رفضوا أهلها و ما قبلوا اخواتها اثنين بوقتها، ما قبلوا وكذا، اخ قبل واخ ما قبل، اخ بده واخ ما بده. وقتها لما قلت لها انا انه انا باخذك وكذا وخلص وكل شيء، قالت لي ما بدي اعمل لك مشاكل اول مره. ليش تعمل لك مشاكل؟ ما انت فايت بالحلال. منهم رديانين، هن بدهم كانوا بوقتها انه خلص خلوها تحت سيطرتهم، هن ما بدهم يعني يا ابن خاله يا عرفت كيف؟ هو كان ابن خاله اللي كان ابن خاله اوكي. من وقتها انا هون هي روحت محل وانا رحت محل، هي روحت عند اصدقائها وانا رحت عند اهلي يعني رجعت على البيت. وبوقتها ما طم النصيب اول مره. وقتها هذا ختم يعني كانت عطتني اياه هي. هي الخبرية مشي 9 سنين اكثر 10 هي قبل عمل لك. ايه والساعة؟ الساعة هي من فترة، من فترة يعني بسيطة يعني بعتقد من شي سنة وشوي. هلا يعني يعني هي الود والحب والباقي معكم حتى رغم انه من سنة لهلا انتم طلقتوا، بهالسنة صار المشكل لحتى طلقتوا؟ احنا لما قعدنا بيت اجار على البوابه بلشت تصير مشاكل يعني، بل كان في هيك جدالات يعني خفيفه بين المراه والزلمه اكيد يعني لما يكون في شيء كثير طبيعي. بس اخر شيء بحلوها يعني صح. بس انا لما وصلت لهون لهالدرجه انه مثلا كانت مثلا تكمش التليفون مثلا مع مين عم تحكي؟ مع مرت اخي. طيب انا ما بديك تحكي معها. ليه؟ ما بدي اياها تحكي معها. ليه؟ ليه؟ هي يمكن احسن مني بس انا ما كنت حابة تحكي معها. ليه؟ ما فيني لك شيء. هي يعني هي بس ما بدك اياها تحكي معها ولا ما بدك اياها تحكي مع حدا بالمره؟ لا يعني انا منعت عنها انه ما بدي اياكي تحكي معها. يبدو في اسباب انت ما بدك تفوت فيها هلا يعني. في اشياء ما بدي. هاي الاسباب محرجه لمين؟ ايه لمين؟ مين ممكن تحرج فيها؟ خلص محرجه ما لها شيء. محرجه و طيب. ومن بعدها في مثلا يعني كانوا اصدقائنا بس بالشركه مطرح ما كنت اشتغل عنا كذا مثلا صرت مثلا تحكي معهم كمان مثلا فلان ما بدي اياك تحكي. شو عم تحصرها يا زلمه؟ بغار منه انه صرت يعني قربت من لا هذا تملك صار تملك يعني ممكن حدا يفكر فيه انه تملك. هي صرت تقول لي حرام، هي صرت تقول لي كمان انه هذا التملك منه حب منه غيري. صحيح. طيب ردة فعلها بس انت تزيدها بهول ال التملك اللي انت عم تقول لهم ممنوع تحكي فلان، ممنوع تحكي فلانه، ما بريدك تعملي هيك. بس انا كنت خليها تروح وتجي عود. اوكي بس هي كيف ردت فعلها على هاي المحاصره يعني مثلا انه انت عم تشك انت كذا هذا شك اوكي يعني ردت فعلها انه لا انا بدي احكي معهم.
يعني بالقوة بدها تحكي معه. يعني تعلي ال يعني العبنز. انت قلت هيك هي تعلي الدوز. صح يعني تقهرني انه مثلا انه لا انا بدي احكي معهم. طب هل عيطتوا على بعضكم؟ هل صار جدالات وصار عياط وصار وصار شيء اكثر؟ لا ابدا. اسأت لها بالكلام كثير، انا ما بنكر اسأت لها بالكلام. عليت السقف كثير. صح أوكي. غلطت بحقها واجيت انا قلت لها انا غلطت بحقك. يعني اعتذرت منها من بعدها. اعتذرت منها، جيت عليها بقول لها انا غلطت بحقك. عبطتها هيك، كنا واقفين بالمطبخ. ايه عبطتها هيك. هلا عبطتي انا اول مره دفشتني هيك بعد انه طبيعي مجروحه. بعدها مجروحه حسيت. ايه قام انا ما بعد اللي مصمم انه بدي صالحها، بدي اعتذر منها. قلت لها خلص انه بقى يصير شيء، نعيش عيشه كريمه وخلص، بقى اغلط معك. طب هي كانت هي المره الوحيده اللي هالقد بتعلي السقف؟ هي كانت هي اكثر مره. كانت اكثر مره بس انه في مرات يعني هلا في مرات مشاكل كمره وزلمه انه مثلا غيره، انه مثلا ما تروحي مثلا ما توقفي برا مثلا هيك شيء. هذا الماكسيموم صار بردات الفعل؟ يعني صار في مد ايدين، عنف جسدي؟ مد ايدين لا بحياتي انا. يمكن انا اذا يعني اضطر الامور لما كانت تخنقني يعني كنت يعمل لها هيك. شو ايه يعمل لها هيك؟ ايه يا ادفش انه مثلا بعده. يعني انت مديت ايدك هلا، والعنف مرفوض رفضا باتا، ما حدا بيقبل، وخصوصا اذا واحد بحب مهما يفقد اعصابه يمد ايده. هذا يعني مش هيك بيثبت رجولته. صح. مش هيك بيثبت كسر بالبيت. كنت اخرب البيت. هلا الاهم من هذا كله حلق. بناتها كانوا يشوفوا المشاكل. العياط ومد الايدين الناعم حسب ما انت وصفته. قليل بس هي مره انه بهالمره انا هي تمدت علي عشان هيك هي مدت ايد عليه. انا ما ضربت دغري انه ما عندي والله انه عملت لها هيك دغري او شيء. انا لما عبطتها وبدي صولها اول مره دفشتني، هي دفشتني عم رجعت عبطتها بدي صولها انه خلص بدي اعتذر منك. قال لي انه خلص انه بحياتي بقى اغلط معك ابدا، انه خلص انهينا نفتح دفتر جديد. ايه بس يعني انت مديت ايدك وضربت. ما مديت ايدي دغري، انا هي ضربتني. هي بلشت بالاول هي هبشتني انه كان فيك. انا جيت اول مره او ثاني مره. انت زلمي يا زلمي، فيك تعمل لها هيك بترجع لورا بدون ما يكون. انا ما ضربت، قلت لك عملت لها هيك. وقتها سندت على الحيط قلت لها خلص بقى انتهيت هون. قالت لي طلقني ما بدي اياك. هون صار المشكله تبع الطلاق. نحن طلعنا بوقتها عند الشيخ، قام الشيخ كحشنا قلنا روحوا اتفقوا ورجعوا ما في طلاق. هي طلبت الطلاق بس صار في عنف جسدي؟ لا شو لك؟ هي من كتر ما استفزيت انا بالكلام، يعني انا انه ضرب انه مأذي انه بعنف. لك ما بضرب بعنف احيانا، حتى لو مش بيأذي وبيعلم بس بيأذي جوا، بيجرح جوا. صح هي يعني صح مش ضروري تورم عينها لحتى تكون مجروحه. صحيح انا ما بضرب هالضرب هذا يعني ان شاء الله. صح هلا بالمفاوضه ان شاء الله نقدر نوصل لحل، وهي ايدك ما تكون الا للطبطبه مش للضرب. هي ايدي بدها تكون للطبطبه اكيد منيح. هي للطبطبه اصلا. طيب بس الله يلعن ابليس. الله يلعن ابليس. طيب نحن تواصلنا مع طليقتك احلام اسمها. نعم. وهي بغرفه ثانيه هون بالاستوديو عم تسمع وتشوف كل اللي عم بيصير. نعم. رح قوم فوت لعندها واطلب منها انه تيجي ونبلش المفاوضه انتو اثنيناتكم سوا، شو رايك؟ ما في مشكله انا عندي. اوكي انا ما عندي مشكله. اعطيني دقيقتين بعد اذنك. نبضات قلبي هشام كانت مسموعه بالاستوديو، واللحظات كانت عم تمر الساعات، افكار كثيره وتكهنات مرقت براسه. هلا انا لاني بحبها من قلبي بحس ان شاء الله بتوافق،
بتسامحني؟ إذا ما وافقت بيكون هذا قدر الله. كتير ندمان إني طلقتها، أنا كتير جرحتها وبتمنى بس تسامحني، ما بدي شيء، حتى لو ما رجعت تسامحني معلش.